الرأي حول حق المصير للشعب القبائلي. مقدمة: تمت استشارتنا لتقديم المشورة لحركة تقرير المصير في منطقة القبائل ماك، المعروفة بالإنجليزية باسم The Movement for Self-Determination of Kabylia، حول ما إذا كان للشعب القبائلي الحق في تقرير المصير. ملخص الرأي: هناك سؤالان يجب أخذهما في الاعتبار لتحديد ما إذا كان للشعب القبائلي الحق في تقرير المصير. السؤال الأول هو ما إذا كان الشعب القبائلي يشكل شعباً، حيث إن الحق في تقرير المصير هو حق يمنح فقط للشعوب، في رأينا هم يشكلون شعباً. السؤال الثاني هو ما إذا كان لديهم بموجب القانون الدولي الحق في تقرير المصير، في رأينا لديهم هذا الحق. هل القبائل شعب له الحق في تقرير المصير؟ إن حق تقرير المصير في القانون الدولي هو حق إنساني تمتلكه الشعوب، وقد تم توضيح ذلك في العديد من الصكوك الدولية، وأبرزها ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص المادة الأولى بي منه على احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير ضمن أهداف الأمم المتحدة. المادة المشتركة الأولى من العهدين الدوليين لعام 1966 الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان ينصان على أن جميع الشعوب لها الحق في تقرير المصير. إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، إعلان العلاقات الودية الذي نص على أن الحق في تقرير المصير محفوظ لجميع الشعوب. لا توجد معايير محددة لما يشكل شعباً بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن المعنى الدقيق لهذا المصطلح غير مؤكد، ومع ذلك فإن الاعتبارات التالية توفر دليلاً مفيداً. أحد الجوانب التي يقبل بها على نطاق واسع هو ما صرحت به المحكمة العليا الكندية بأن من الواضح أن شعباً قد يشمل فقط جزءاً من سكان دولة قائمة، إشارة إلى الانفصال في كيبك. بشكل أكثر تحديداً، حددت مجموعة من الخبراء التي اجتمعت برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو قائمة بالسمات التي قد يمتلكها الشعب، وهذه السمات هي: الأولى، مجموعة من الأفراد الذين يتمتعون ببعض أو كل الميزات المشتركة التالية: تقليد تاريخي مشترك، هوية عرقية أو إثنية، تجانس ثقافي، وحدة لغوية، تقارب ديني أو أيديولوجي، ارتباط إقليمي. الحياة الاقتصادية المشتركة: 2، يجب أن يكون عدد المجموعة معيناً، لا يحتاج إلى أن يكون كبيراً، ولكن يجب أن يكون أكثر من مجرد مجموعة من الأفراد داخل دولة. 3، يجب أن تكون المجموعة ككل لديها إرادة للتعريف بأنها شعب أو وعي بكونها شعباً، مع العلم أن المجموعات أو بعض أعضاء تلك المجموعات رغم تشاركهم في السمات السابقة قد لا يكون لديهم تلك الإرادة أو الوعي. وربما 4، يجب أن يكون لدى المجموعة مؤسسات أو وسائل أخرى للتعبير عن سماتها المشتركة وإرادتها للهوية. في نفس السياق، حدد القاضي كانسيدو تريندات في رأيه المنفصل في رأي المحكمة الدولية بشأن كوسوفو الخصائص التالية التي يمتلكها الشعب بشكل عام: هناك تضافر لعوامل ذات طابع موضوعي وذاتي، مثل التقاليد والثقافة، العرق، الروابط التاريخية والتراث، اللغة، الدين، الإحساس بالهوية أو القرابة، الإرادة لتكوين شعب. من بين هذه العوامل يبدو أن الشعب القبائلي يمتلك ما يلي: تقليد تاريخي وثقافي مشترك. يمكن ملاحظة ذلك على سبيل المثال من الهيكل الاجتماعي التقليدي لمجتمعات القرى في جميع أنحاء المنطقة التي قبل الاستعمار الفرنسي بقيت إلى حد كبير خالية من أي شكل من أشكال الحكومة المركزية. كانت قوانين القرى سمة بارزة لهذه المجتمعات، وقد استمرت جوانب من هذا التقليد حتى القرن 21. الهوية الإثنية: يعتبر الشعب القبائلي أكبر مجموعة أمازيغية في الجزائر. الوحدة اللغوية: يتحدث الشعب القبائلي لهجة محددة من اللغة الأمازيغية، الاسم الشامل لجميع لغات الأمازيغ تدعى تاق بايليت، الصلة الإقليمية. يعرف الشعب القبائلي بأنه المجموعة الأمازيغية من منطقة القبائل، حيث تقع المجتمعات القروية المشار إليها أعلاه. الوعي بالانتماء إلى القبائل: رغم أن هذا العامل يصعب تحديده لأنه ذاتي،
يبدو من المحتمل أن هذا الوعي موجود في ضوء الوحدة اللغوية والتقاليد الثقافية المشار إليها، فضلاً عن وجود حركات واسعة بين الشعب القبائلي سواء في منطقة القبائل أو في الشتات القبائلي الكبير خاصة في فرنسا. في ضوء هذه العوامل نعتبر أن الشعب القبائلي يعتبر شعباً، ولذا لهم الحق في تقرير مصيرهم بموجب القانون الدولي. هل يملك الشعب القبائلي حق تقرير المصير؟ في رأينا، استناداً إلى وثائق القانون الدولي الواردة في الفقرة 3، وبما أن الشعب القبائلي يعتبر شعباً وفقاً للقانون الدولي، فإن لهم الحق في تقرير مصيرهم بموجبه. حق تقرير المصير هو حق يحمي مجموعة ككيان جماعي فيما يتعلق بمشاركتها السياسية، وكذلك سيطرتها على أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمجموعة. النقطة المهمة في هذا الأمر هي أنه حق جماعي أو جمعي، بدلاً من أن يكون حقاً فردياً يهدف إلى حماية الناس الذين يمتلكون حق تقرير المصير كشعب وليس كأفراد. وقد قضت محكمة العدل الدولية بأن حق تقرير المصير هو مسألة من مسائل القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو ملزم قانونياً لجميع الدول. الاستنتاجات: في رأينا، فإن شعب القبائل هو شعب بموجب القانون الدولي، ونتيجة لذلك فإن شعب القبائل يمتلك الحق الإنساني في تقرير المصير بموجب القانون الدولي. الأستاذ روبرت ماكوركوديل، علي الكرم، مكتب بريك كورت، بينيليبي نيفيل، أندرو براون، مكتب 20 إسكس، 4 سبتمبر 2024.